ابوي ميت وامي عافت بعد 10 ايام سوقت عمليه وقتها بالمشفى 10 ايام وماتت. بعد رجع امي على الطريق وفقدت وكتبت عليها مدواعي قطع خباره طق عليها لغم مفصيج طق عليها لغم بدي عمليه تكلف بلاد ما لي حد يخاف. جبنا بشوارع بعد الجماعة ما قصروا معي وجابوني على المحل نومون بالمحل هاي كلها بهينه نام فيها. استنى البرد والهواء طر علي البراكية ماي كسر فراش كله ماي وضعي تحت الصفر بس يقوم على اجريني ما بحاج حدا اشتغل على اجريني بس تجي امي تلمنا كل يادنا ونرجع من الاولين بس ما على الاسف.